Hey everybody, how are you doing? مرحبا أصدقائي. القراءة هذه راح تكون لبرج القوس في شهر أكتوبر. This reading is going to be for Aquarius لشهر أكتوبر. كيفكم Aquarius؟ أتمنى تكونوا بخير. So أنا راح أعطي بس نبذة بسيطة على الأسترولوجي بالنسبة لي شهر أكتوبر for Aquarius. مش راح أطول كتير, I promise. So اللي حاصل في أكتوبر إنه there are two eclipses. This is very major. بس one of them, one of the eclipses اللي راح يكون في ليبرا في برجك التاسع, it's gonna trine your sign. Trine means 120 degrees apart from you. Okay, يعني 120 درجة معك. So that's what the trine. Trine is very very favorable aspect. يعني بيكون مساعد ومفيد بالنسبة لي Aquarius. It's not hard aspect. It's actually very favorable. يعني I don't know how to say it in Arabic. يعني مفيد بالعربي. Trine هي aspect مفيد بالنسبة لأي برج. Okay. So بالنسبة لإلك it's a trine. It's going to be favorable for you, but it's on the south node. Also on the Mars, راح يعمل opposition, sorry, conjunction مع south node. So تذكر أو تذكري إيش حصل من, لأن هذا ما حصل من حوالي 18-19 سنة. So if you were alive or you were born before 2004, تذكري إيش حصل في 2004 بالنسبة لإلك, لأن آخر مرة صار eclipse in the south node كان in Libra كان December 2004. Okay, so راح يكون في شيء مماثل اللي حصل back in 2004 مع اختلاف ال I guess الأسماء, بس الفكرة نفس الفكرة. Okay. So في برجك التاسع, برج التاسع هذا about your philosophy, your ethics, your أخلاق, التفكير, يعني فلسفتك في الحياة, نظرتك للأمور الحياتية, religions, الأمور الدينية, الأخلاق, المورالز, الأثكس, الأشياء هذه. أوكي. So yeah, شوفي إيش حصل back then. Yeah, I don't know. أنا بقول ممكن يكون في شيء يتعلق بإنك راح تتخلي على فكرة, أو في تغيير في البليف سيستم ربما, أو تخلي على فكرة معينة كنت مؤمنة بها من فترة طويلة ناو راح تتغير. Yeah, ربما من هذا النوع. الإكليبس الثاني راح يكون في تورس بالنسبة لإلك بيتك الرابع. اوكي, بيتك الرابع راح يكون فول مون لونر اكليبس, نهايه 100% نهايه. انا شايفه برج الدلو رحاله من مكان لمكان. اوكي. بس ربما هذا راح يكون اخر المطاف بالنسبه للترحال, moving from one place to another. ممكن في احتمال كبير برضو انتقال من بلد لبلد. اوكي, بس انت وصلت للمرفق الامان. I think so. بتمنى. اوكي, let's do some astrology. yeah, بيتك الرابع نهاية 100%. نهاية في شيء معين, ربما برضو قضية قانونية or something like this. Okay, let's do some astrology here. Sorry, some tarot. برج الدلو, مش القوس, الدلو. Sorry guys. Okay. أنا راح أخذ الكارتس. Ten of Wands. Ten of Cups and Nine of Cups. Oh wow. حمل
تقيل وتخلصت منه بروج الدلو. That's what I see to be honest. Nine of Swords. Five of Pentacles. أنا ليش الكاردز هيك عامدة عندي؟ Upside down. Sorry guys. Eight of Wands. أنا طبعا راح أعمل توضيح. In the bottom of the deck عندك Four of Pentacles. راح أعمل توضيح. Don't worry about it. Yeah, أنا شايفة زي ما قلت في حملة تقيل تخلصت منه. اوكي 100% وش فولفيلمنت. انا برضو شايفه انه في اهتمام كتير بالعائله, في اللي كان من فتره طويله قاعد قلقان الان قلق. عامله حالي بتكلم عربي. اوكي اللي كان قلق من فتره طويله بالنسبه لي انه هو كان مثلا ما عنده عمل او انه بيبحث عن عمل او عنده مشاكل ماديه, انا شايفه ان في خبر جايك انه او انك انت منتظر نتيجه قضيه معينه في المحكمة. مثلا لو كنت بتنتظر مثلا معونة معينة from your partner, alimony or child support, نفقة طفل أو نفقة زوجية, جايك الخبر. أوكي رح يجيك المال, رح يجيك this money. أوكي 100% look, عندك 9 of swords وعندك 10 of wands. حملة تقيل خلاص في المراحل الأخيرة, رح ترتاح منه ورح ترميه من وراء ظهرك وراح تنتقل لمرحلة جديدة, مرحلة فيها wish fulfillment. 9 of cups عندك and 10 of cups. اوكي ربما برضو انه يا انا شايفة ان انت حتى قاعد يعني قاعد متمسك بكل ال Six of Cups. Okay. Here's what I'm saying, برج الدلو. Okay. أنت فعلا كنت بتمر بمشاكل. Okay. وحاجة مادية. عندك حاجة عندك حرمان مادي أو محتاج مادية. مشكلة مادية. Okay. زي ما قلت وبقالك فترة طويلة منتظر الأخبار, منتظر النتيجة. متعب نفسانيا, يعني فعلا متعب نفسانيا, عايش في أرق وعندك nightmares, أحلام مفزعة, أحلام yeah you have nightmares. قلق, سهران سهران سهر الليالي, خايف, عايش في خوف. اوكي بس انت راح ترمي الحمل. اوكي هذه especially انا اقول هذا راح يحصل مع نهايه الشهر, نهايه اكتوبر او ربما خلال فتره يعني بتمنى انه هو يكون نهايه اكتوبر, انك انت راح تجيك الاخبار. بس ممكن يعني لان طبعا people they born in different timing. اوكي في مختلف في مدن مختلفة, ف depending on when your timing is coming, right? Depending on divine timing. So يعتمد على امتى الوقت اللي راح يكون فيه الموضوع هذا راح يتم بالنسبة لإلك, يعني especially مع الإكليبسز تاخذ up to a year and a half, سنة ونص. ف مع هذا بتمنى ان لان تورس it's a full moon lunar eclipse in Taurus اللي هو بيتك الرابع في اخر اكتوبر واخر اكليبس بالنسبه لبيتك الرابع, فبتمنى ان الحمل هذا او شايفه فعلا انك راح ترمي الحمل هذا 10 of cups. اوكي في شيء يتعلق بموضوع العائله, بموضوع البيت. اوكي
موضوع كان مضايقك كتير ومسهرك رح ينتهي، رح يوصل للنهاية، اوكي، ورح يكون في حل. زي ما قلت، لو كان في محكمة او لو كان في انت حتى قاعد يعني محتفظ، يعني انت في الوقت الحاضر ما عندك مشكلة مادية، اوكي، يعني مع يدوب ماديا، يعني ماسك بكل بني عندك، اوكي، مش حابب انك انت تصرف، مش حابب انك انت تصرف ماني على اشياء يعني ما إلها لازمه، يعني بتحسب كل شيء بالبني. That's what I'm trying to say. اوكي، بس انا شايفه انه راح يكون في راح تتخلص من المشاكل. شوف، اجاك judgment and the lovers under four of pentacles. اوكي، انا شايفه انك راح تتخلص من المشاكل، اوكي، وراح you gonna move 100%. اوكي، من مكان لمكان، و finally راح توصل لبر الامان، راح توصل للمكان اللي راح تستقر فيه. اوكي، واحتمال كبير برضو تتحصل على عمل. انا مش عارفه، شايفه هجره بصراحه، شايفه هجره، شايفه انك انت راح تنتقل من بلد لبلد او من مدينه لمدينه، ويعني مكان بعيد. اوكي، بس انا برضو شايفه انه انت راح يكون راح من العلاقة اللي لو كنت انت في علاقة، اوكي، كانت مسببت لك الام واحزان وسهر ليالي وتعب نفسي، شايفة ان هذا راح ينتهي الموضوع هذا. You gonna let go. اوكي، راح ترمي الحمل هذا من على ظهرك، راح تتخلى عن هذا الشخص، مش راح تنتظريه anymore. انا شايفة برضو forgiveness. اوكي، وانك انت يو موف اون تو في علاقه جديده جاياك، راح تكون يور توين فليم ريليشن شيب. شايفه برضو انك انت راح تتحصل على عمل، احتمال كبير العمل، يا 100% جايز، في سفر، اوكي، انتقال من بلد لبلد. لوك، يو جت ذا هايروفانت، 8 اوف بنتكلز اند ذا تشاريوت. اوكي، انت راح تتخلى ذا ديفل، lots of major arcana guys. اوكي، راح تتخلى عن العلاقه اللي كنت انت يعني ام سوري برج الدلو، انتوا عندكم نوع من التشبث بالذات في العلاقات الغراميه، يعني لما الواحد فيكم بيحب يو جيت فيري اتاتشد. اوكي، وفي برضه تشبث عند بارائكم وافكاركم، بس انت راح تتخلى عن هذا الموضوع فاينلي، يو gonna let go. Okay, you're gonna let go, you're gonna move on. راح تترك المكان، راح تسافر او تهاجر او تترك المكان اللي انت فيه، راح تنتقل. اوكي، وتنتقل. You got 8 of pentacles and the chariot. 100% في سفر، في هجرة، في انتقال من بلد لبلد او مدينة لمدينة، وراح تروح احتمال كبير برضو راح يجيك عرض عمل في خارج البلد اللي انت فيها او خارج المدينة اللي انت فيها. اوكي، و you got 8 of pentacles, like what do I say، يعني عمل جديد في مكان تاني 100%. اوكي، 100% عمل جديد في مكان تاني. برضو الناس اللي عندهم قضايا بالنسبة لموضوع الألموني ولا نفقة زوجية أو نفقة طفل، راح تجيك المعونة المادية. أوكي، راح تجيك الأموال اللي أنت أو أنت مستنيها. أوكي، وشايفة إن في علاقة جديدة في الأفق. أوكي، I can't give you timing بالنسبة للعلاقة الجديدة، عندك سنة ونص. اوكي، لان لهذا الشيء انه يحصل، لانه once again الاكليبسز، اكليبسز تاخذ سنه ونص. اوكي، بس انا شايفه في علاقه جديده في الافق. اوكي، بس لازم تتخلى عن العلاقه الانهيلثي، العلاقه اللي كنت فيها، لان شايفه ان كان في كثير كانت سببت لك الام واحزان. اوكي، وكانت حمل على ظهرك.
you have to let go and you have to move on. وانا شايفة انك انتو you're gonna let go and you're gonna move on. اوكي؟ شايفة هذا الشيء. انا برضو شايفة ان بعض منكم راح يتخلى على فكرة قديمة او I don't know belief system او راح تغير رأيك في موضوع philosophy or belief system. ربما نظرتك للدين او نظرتك لديانة معينة او انا شايفة ان في منكم راح يتخلى عن هذا الموضوع. راح يكون في تغيير في في الافكار الدينية او الافكار الفلسفية. اوكي ربما مع ال look you got the devil again guys, you got the devil again. You have to let go, Aquarius. بالنسبة للأشخاص اللي هم still متشبتين بهذه العلاقة وحاطين look the devil هذا إدمان, إدمان عن تشبث غضب. اوكي حتى العلاقه المبنيه علاقه مبنيه على بس رغبات جسديه لاست. اوكي مش علاقه حب حقيقي. So you have to let go. لو انك انت you didn't let go ما زلت متشبث بهذا الموضوع لان الاكواريوس عندهم عند غير عادي. اوكي you have to let go. اوكي time to let go and move on. Ten of Swords. يعني أنت at the end, okay, at the end of كل المشاكل هذه, you got Ten of Swords, you got Ten of Wands, okay, you got Nine of Swords. أنا شايف أنك أنت في النهاية, في the final stages بالنسبة للمشاكل اللي أنت بتمر بها. Okay, yeah, أنت انخدعت, في شخص غدر بيك, okay, في شخص سبب لك ألام وأحزان, وخلاص, you're gonna move on. If you didn't move on already, you are moving on. You have to let go. أنا شايفة حتى لو إنك أنت you moved on before رجعتوا لبعض. بس now that's it. You're gonna let go and you're gonna move on. Guys, ابحثي على رقم 17 17 17, angel number 17 17. أنا بس شفت الساعة وكانت ال minute 17 and second 17. Okay, so yeah, look at that angel number. في synchronicity here. Okay, and 7 7 17 17, it adds up, guys. Eight eight 16 and it adds up to number 7. Yeah. لو بتفهمي في النيومرولوجي. Yeah, 17 17, final number is number 7. It adds up to number 7. Okay, لأنه 17 17 8 8 8 plus 8 16 1 plus 6 7. هذا بيت العلاقات. Okay, العلاقات الزوجية contractual agreement, العلاقات الغرامية اللي هي بقالها فترة طويلة. So yeah, it's time to change, guys. You gotta move on. Okay. Eight of Wands, twice. This is another major arcana. You got lots of major arcana in your reading, Aquarius. And Six of Coins. أنا زي ما قلت, okay, أنا شايفة إن في معونة رجاياك لو إنك أنت في محكمة بتنتظري child support or alimony, راح يجيك هذا الخبر وراح تتحصلي على المعونة. أنا شايفة برضو إنه إنه as I said you're in the final stages بالنسبة للعلاقة اللي أنت كنت فيها, بس you're moving on أو شايفة إن في علاقة twin flame راح تكون جاية في المستقبل. أوكي courtship, هذه علاقة علاقة جديدة راح تدخلي فيها. أوكي لو انتو اوكي انا بصراحة يعني I'm not gonna lie to you, مجموعة كبيرة من اللي بيشوفوا القراءة اوكي okay, كانوا بيمروا بـ toxic relationship, علاقة فيها unhealthy relationship. اوكي okay, علاقة فيها كتير مشاكل, فيها كتير قرف, فيها كتير شتايم, فيها كتير
عنده تشبث بالرأي وكلمتي ضد كلمتك, my word against your word, وشايفة كتير مشاكل. بس لو انتو مش في حالة انفصال او في حالة you know, ربما كان في مشاكل, اوكي, can't be guys, I'm sorry, it can't be. يعني أنا كنت حابة أقول إنه كنت حابة أقول إنه ربما إنه أنتوا بس انفصلتوا ورجعتوا على بعض, but it's toxic. You're gonna repeat the cycle. إجت مرتين, the devil, you have the devil twice and ten of swords and ten of wands. حتى لو رجعتوا بعض, لو رجعتوا لبعض, انا شايفة مع نهاية الشهر, اوكي, راح تنفصلوا انفصال دائم. I'm so sorry, I'm not gonna sugarcoat it, اوكي, كل واحد فيكم راح يمشي في حال سبيله, اوكي, yeah. Yeah. أنا شايفة سفر بصراحة, شايفة في انتقال, في سفر, في انتقال, بس hopefully this is the last time, okay, you're gonna move away, you're gonna move away from this relationship, رح تتركي هذه العلاقة انت أو انت, و you're gonna move out, okay, you're gonna move out 100%. ومش عارفة في مجموعة منكم راح تطلع من البلد أو المدينة, يعني في انتقال بعيد, مش حتى في نفس المدينة, في انتقال بعيد, اوكي, yeah. في بعض منكم حتى انه من كثر المشاكل انه حتى في البوليس تدخل في الموضوع, اوكي, اوكي, هير جايز, انا يستحيل احط الاوراق upside down, بس لو اجت upside down I don't know, اوكي, okay, it meant to be, so انت راح تطلع او انت راح تطلعي من الحاله الماديه, المشاكل الماديه اللي انت فيها, poverty in reverse, اوكي, okay. أنا شفت 5 of pentacles earlier, بس بعدها أجت 8 of pentacles, فيأ رح تتحصلي على العمل, رح تجيك المعونة المادية ورح تطلعي من حالة البوفرتي, حالة الفقر أو حالة الـ الاحتياج المادي, high honor, ورح تنجحي أو تنجح, لو إن القضية في المحكمة, you're gonna succeed, okay, you're gonna get your money. وربما برضو بعض منكم اللي راح يتعرف على شخص راح يكون انت او انت, اما ان هي تكون حالتها الماديه ان هي تكون غنيه لو انت, ولو انت راح تتعرفي على شخص wealthy man, اوكي, يعني شخص حالته الماديه ممتازه, اوكي, انا شايفه ان في علاقه, ربما بعض منكم راح يرجع لعلاقه كانت في الماضي, مش العلاقه هذه اللي كانت اللي فيها مشاكل وتوكسيسيتي, نو, في علاقه من الماضي البعيد راح ترجع, هي علاقه, انا حاسه ان هي علاقه توين فليم, اوكي, ربما انتم منفصلين من سنين طويله جدا وراح ترجعوا لبعض, ربما انت او انتي اوريدي كنت مسافر وراح ترجع لبيت ال yeah. انا شايفه هذا الشيء بصراحه راح ترجع لارضك, راح ترجع للبلد اللي انت تولدت فيها, yeah. في مجموعه بسيطه منكم, this is very specific, انت كنت مسافر وكنت في علاقه توكسيك unhealthy, بس ناو انت راح ترجع لارضك, للبلد اللي انت تولدت فيها, اوكي, potion, you got potion, card number 24, remember to practice self love, wow, that's weird guys,
Remember to practice self-love. Card number 24. I like it. I really like it. I don't know if you can guys see the depiction of the card. She's like sitting in a position that she's doing like spells, magic spells. بتعمل سحر كأنها بتعمل affirmation أو إن هي أعمال سحر لي for self love. Yeah, it says here on her t-shirt, on her tank, basic witch. It's very beautiful. Remember to practice self-love. Okay. You are familiar with the concepts of self-love and self-care. انتي عارفة أو سمعتي باللي هو مقولة self-love and self-care. اهتمام بالنفس وحب النفس, حب الذات. But either you've never actively practiced them or they are something you've fallen behind on. Okay? يعني لو انت فاحتمال انك انت اما ما في مره من الايام مارستي حب الذات وال you know الاهتمام بالذات, او انك انت نسيتي هذا الموضوع من زمن طويل من كثر اهتمامك بالاشخاص الاخرين. Either way, you should get back to on track. لازم ترجعي للاهتمام بالنفس و self love. Okay, keep yourself maintained and always اهتمي بنفسك. Okay, اهتمي بذاتك, big or small. That can mean calling it quits to take a luxurious bath instead, or that can mean putting on a rose water face mask and getting out your planner so you can sort out your life before it gets too out of control. So what it says here, انك انت كيف تعملي self love, سواء انك انت تعملي nice bath بالherbs, تحطي فيه اعشاب وcandles and stuff like that, something luxury like luxurious bath, okay, او انك انت تاخدي your journal or planner, okay, وتعملي على انك انت you know, تعملي schedule لحياتك. Okay, that's what I'm gonna do. تعملي affirmation, to do list. Okay, this is my schedule. هذا الجدول أعمالي اللي أنا رح أعمله. مثلا أنا on the 15th I'm gonna paint the house. I'm just giving you an example, بس بعطيكي مثال. أنا يوم 15 I'm gonna paint the house. أنا يوم 16 مثلا رح أروح أخذ سيارتي للتصليح. أنا يوم 17 مثلا رح أروح لل for you know for instance عندي موعد with the hairdresser قص شعري. فأعملي schedule, to do list. This is my schedule. Okay, that's what means self-love. You take care of yourself. You take care of your things, your own things. خلاص, enough منك انت just taking care of others. You have to learn how to take care of yourself. Okay? اعملي journal with the to-do list. Okay? And do affirmation as well. يا اكواريوس, من الناس اللي هم بيحبوا يهتموا بالعائلة وبالأشخاص الأخرى أحيان كتيرة أكتر حتى من أنفسهم. Okay, and especially now عندك full moon lunar eclipse in Taurus in your fourth house, you need to learn how, you know, put in, not in that, but you know, you have to look at yourself as well. Look after yourself. Okay, اهتمي بنفسك. Communicate clearly and compromise.
اوكي سو ايش هذا معناه؟ معناه انك انت او انت ذس از هذا شيء كثير يتعلق بال بالفلسفي اند ريليجنز اند يو نو يور ايثكس يور يو نو يور مايند سيت ايضا ب يور كوميونيكيشن اوكي سو ذا انجلز بيقولوا لك خليك واضح في كلامك في نقاشك في حديثك اوكي كون محدد اعرف انت كيف توصلي فكرتك اوكي او بس لازم تعملي سيلف لاف اند سيلف كير بيفور اوكي لازم تعملي افيرميشن لازم تعرفي انت او انت وات يو وانت واتس يور جول ايش هدفك في الحياه هدفك انت بغض النظر عن شريك حياتك اوكي انت ايش هدفك في الحياه وات يو وانت انت مش لازم تلبسي القناع عشان ترضي الاخرين انت او انت اوكي يو هاف تو فوكس اون يو هاف تو ثينك اباوت يو North node is in your third house in Aries. That's your third house. It's all about communication. Okay? كيف انك انت او انت ترتقي في حديثك وكيف انك انت توصلي تكوني محددة في كلامك very specific. Okay? تفكيرك يكون very organized like in order. Okay? That's why it's very important انك انت يكون عندك to do list لان لما انت تحددي واجباتك واهدافك وتعرفي بالطريقة هذه يكون من سهل عليك تحقيق كل you are organized okay you're gonna be organized راح تعملي على انك تنظيم نفسك تنظيم افكارك okay وراح تعرفي كيف توصلي لاهدافك لما انت تعمليها تعملي to do list تعملي in order اوكي جست لايك اوكي انت قبل مثلا مثلا لما حابه تستحمي جست ان اكزامبل اوكي ايش تعملي قبل ما تستحمي تعملي جرومينج اوكي انا مش عارفه ايش جرومينج بالعربي بس يو نو ربما انت تقصي شعرك قبل ما تعملي تستحمي اوكي يعني مش معقوله بتروحي this is just an example اوكي very simple example اوكي ففي اشياء تعتمد مش ممكن انت تعمليها قبل ما تعملي اشياء اخرى قبلها that's what I'm trying to say اوكي so خليكي محدده في افكارك خليكي محدده في كلامك اعملي to do list اعملي schedule اهتمي بنفسك اعملي affirmation اوكي عشان تعرفي توصلي لاهدافك اوكي so that's basically what it is communicate clearly اوكي and compromise التشبث بالرأي والعند مش راح يوصلك لأي شيء you have to compromise توصلي او توصل لحل وسط مع شريك الحياة شيء يرضي الطرفين لأن الحياة مش أنت وأنت وبس أوكي الحياة برضو تتعلق بالناس اللي حواليك أو عائلتك أوكي لو في مشكلة في الأرض أو لو في مشكلة مسألة نفقة زوجية أو نفقة طفل أو شيء من هذا النوع لغاية أنت راح تقعدوا في المحاكم المحامين بياخدوا فلوسكم بس تلصق فلازم توصلوا لحل وسط وتعلموا انه في شيء اسمه forgiveness and let go and forgetting as well forgetting about the past وألامه وقرفه you got 10 of swords and 10 of wands okay لغاية انت راح تقعد تحمل الحمل هذا وراء ظهرك وتقعد في المحاكم حاول انه توصل لحل وسط وتتخلص من المشاكل هذه هذه نصيحة الملائكة مش نصيحتي انا okay برج الدلو بتمنى ان الفكره وصلتك اوكي وبتمنى ان هذه عملت some
sort of clarification for you. بشكر كتير على استماعك لهذه القراءة. I wish you best of luck and peace.